هل يجوز وضع بقايا الطعام في كيس معزول ثم وضعه في سلة القمامة، علما أنه لا يوجد أحد يأخذه لأغنام وشبيهة؟ الواجب توقير النعمة واحترامها، وما يتبقى من الطعام يصلح للأكل فإنه يوضع في مكان طاهر ليأكل منه القطط ويأكل منه الطيور وينتفع به، ويصان عن الابتذال في المواضع القذرة. فالواجب أن توضع بقايا الطعام في أمكنة طاهرة من أجل احترامها ومن أجل أن يستفيد منها ما شاء الله من المخلوقات. نعم.